مساء الخير. إصابة وزير الداخلية الباكستاني بالرصاص فيما يبدو أنه محاولة اغتيال، تفاوت كبير حتى الآن بنسب الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية في الانتخابات النيابية اللبنانية، أول انتخابات برلمانية تجريها البلاد منذ 9 سنوات، وهي فترة شهدت حالة من الشلل السياسي فضلا عن الحرب الدائرة في سوريا المجاورة. تحذير من تعطيل أجهزة العد الإلكتروني في العراق، إذ قالت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي إن جهات متنفذة تخطط لتعطيل أجهزة التصويت الإلكتروني قبيل اقتراع 12 من مايو أيار بهدف فرض العد اليدوي لتزوير النتائج. قتلى وجرحى بانفجار في مركز لتسجيل الناخبين في أفغانستان عقب أسبوع دام شهدته البلاد. الانفجار وقع وسط حشد من الناس الخارجين من مسجد لتسجيل أسمائهم ضمن صفوف الناخبين في المنطقة. شركة فيسبوك متهمة بربط المتطرفين بفعالية في جميع أنحاء العالم، مما يسمح لهم بتطوير شبكات إرهابية جديدة وتوظيف أعضاء جدد في قضيتهم.